وتنضم إلينا في هذه الأثناء للحديث حول تحركات الأسواق العالمية نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله صباحك نادية. يعني الملفت اليوم هي البيانات الصادرة من الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يدخل في حالة ركود اليوم. إلى أي مدى هذه البيانات تعطي إشارات لدى المركزي الأوروبي باستمرار رفع الفائدة لمحاربة التضخم في ظل ما نشهده من حالة الركود التي يدخلها حتى أكبر الاقتصادات في المنطقة؟ صباح الخير سالي. نعم، يعني نشهد الآن أن الاقتصاد الأوروبي واجه مشكلة كبيرة، ذلك لأن الركود، يعني نحن في فترة ركود اقتصادي، أو تدخل يعني الاتحاد يدخل في حالة من التضخم المرتفع وأيضا الركود الاقتصادي، فهذه مشكلة يعني كبيرة. ولكن يعني لازم أن البنك يرفع الفائدة أجان يعني لمواجهة هذا التضخم، لم نرى أي سوليوشنز أخرى لمواجهة هذا التضخم الكبير. ولكن يعني في بيانات، بغض النظر عن اليوم، في بيانات تشير إلى تحسن. أي نعم، يعني في يعني البانكينج كرايسيس لسه موجودة ولسه تؤثر على السنتمنت تبعت الأسواق، ولكن يعني نتوقع أن يستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. نعم نادية، دعينا نعرج على محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر عدم توافق بين الأعضاء فيما يتعلق برفع الفائدة من عدمه والتثبيت، ولعل ذلك يعكس حالة الضبابية أيضا وعدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي ومعدلات التضخم واتجاهاتها. بناء عليه ماذا نتوقع؟ نعم، يعني شاهدنا انقسام امس في ال FOMC minutes، ان في بعض من الممبرز يعني يريدون ان يوقفون هذه السايكل، ولكن يعني معظمهم يروا انه لسه في مازال في متاحه لرفع اسعار الفائده، يعني كمان لانه الجوب ماركت او يعني سوق العمل مازال ستيل سترونج، لذلك يعني في لسه في الحسم سيكون في اجتماع يونيو الذي نتوقع فيه ان يعني يخلون في باوز او تثبيت اسعار الفائده لهذا الشهر، ولكن ريزيومينج هذه السايكل اجان من مثلا الفتره المقبله بعد شهر يونيو. لكن نادية، عم نسمع بعض التصريحات ايضا بالنسبه لاعضاء من لجنه الفيدرالي بانه هناك توقعات ايضا بان يكون هناك رفع ل 50 نقطه اساس الى نهايه العام، الى اي مدى هذا السيناريو متوقع ايضا؟ يعني طبعا هو متاح، يعني امس يعني قالوا ان في الفدرالي ال FOMC منس قالت ان هم في ديفيجن، في انقسام، بعض الممبرز يرون ان ممكن يعني لسه في متاحه لهذا يعني رفع اسعار الفائده، وطبعا البيانات الاقتصاديه لسه سترونج ولسه يعني ملفته للانظار انه لسه في متاحه للفدرالي ان يرفع اسعار الفائده، لذلك ممكن ان نرى. يعني برايك نادية، البيانات التي ستصدر من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي وأيضا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، هذه ربما قد تغير نوع في مسار الفيدرالي بقراره القادم بالنسبة للاجتماع المقبل؟ طبعا يعني تطبق هذه القرارات based on the economic indicators او البيانات الاقتصاديه التي سنشهدها اليوم وغدا من الناتج المحلي الاجمالي والكور بي سي اي داتا، التي ستشير الى يعني اي متى او الى الحد الذي التضخم وصل اليه. هو استقرار الناتج المحلي الاجمالي ممكن ان يفيد في هذا القرار. نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.